بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي عن خطوط النقل الصناعية ترانسفير لاين. طبعا أغلبكم يعني يجوز قسم قليل شايف منهم الورش، قسم ما شايفين الورش، وخصوصا احنا صناعة قليلة عندنا بالعراق. أنا أراويكم فد خط ناقل تقليدي لإنتاج بلوك انجين وسلندر انجين من شركة معروفة، يعني هذا مخطط حقيقي لشركة تنتج البلوك سلندر والهيد مال المحرك. طبعا أمامكم مراحل تصنيع منها من اليسار الأعلى المشين ميل رقم واحد، المجموعة واحد، شوف مجموعة من المكاين مساويات سيل مانيفاكتشرينج، هنا ماشين ميل درينج رايمرينج بلانك ميل، ايضا هاي الستيشن الثانيه، هاي نسميها ستيشن. الستيشن قد تكون بماكينه ماكينتين ثلاث مكاين اربع مكاين حسب الماكينه. الماشين ثلاثه بدرينج ورايمرينج بلانك وميل. تلاحظون هاي خطوات روت، يسموها روت لصناعه البلوك سلندر. تلاحظوا يمشي هذا الروت حسب هذا السهم اللي موجود امامكم، ويبدي نهاية الورشة يستدير الخط الانتاجي ويسير بالاتجاه حسب السهم اللي موجود. هاي المراحل الصناعية اللي مر بيها وتجمع المكاين والحسابات مالتها ايش قد نحتاج. هنا الخط الثالث تلاحظون هنا اسمبلي، بدأت عملية التجميع والخطوات الاخيرة الفينيشينج الواشينج وايضا السلندر اسمبلي وايضا اند ميل. احنا اليوم راح نسوي حسابات لهذا ترانسفير لاين. اراويكم ايضا هنا روبوت اند ترانسفير لاين، يعني هذا ترانسفير لاين متطور يستخدمون به روبوت والمكائن سي ان سي. ايضا هذا يستخدم روبوت صناعي لينير ترانسفير لاين، خط خطي وليس دائري، اكو انواع. طبعا اليوم راح نسوي حسابات ترانسفير لاين وذ نو انترنال بارت storage with no internal with no internal part storage، يعني خزانات داخلية ماكو، خزن داخلي ماكو. طبعا ندور على الايدل سايكل، الايدل سايكل يعني الدورة المثالية من التايم. هنا اكثر شيء هو حسابات التايم اوف ذا برودكشن لاين، لاين اوف ذا برودكشن لاين. فلحم ارمز للسايكل تايم تي سي، هذا نعرفه احنا الرمز دائما سايكل تايم. ايش يساوي لي؟ يساوي الماكسيمم للتي اس اي اللي هي بروسيسنج تايم زائد ان تي ار، هاي المعادله رقم واحد زائد ان تي ار. التي ار هو ترانسفير لاين، فاذا خلي اكتبها بروسيس تي اس اي بروسيس بروسيسنج تايم. اتستيشن طبعا ناخذ السلوست اقل واحد، ما ناخذ على اعلى واحد، التايم اقل تايم ناخذه. زين التي ار ايضا رموز كلها تتعودون عليها تحفظوها، هي الترانسفير تايم وايضا لها اسم اخر repositioning time. يعني شنو هذا الوقت transfer time؟ هذا العامل يخدم ثلاث اربع بالمحطة، ثلاث اربع مكان يخدمهن، اربعة خمسة يخدمهن. فلما وحدة تكمل هو ينتقل من هاي الماكينة الى الماكينة اللي كملت على مود يبدل التول او يطلع اللي كملت وينزل وحدة غير كاملة، فهذا يسموه repositioning time، هذا الوقت اللي ينتقل به العامل.
التي اس اي هو بروسيسنج تايم، يعني هي هاي عمليه التصنيع من تبدي تشكيلها على الماكينه لما تنتهي تصنيعها. ذني النقطتين الاساسيه. زين الاكتوال الافرج برودكشن سايكل تايم اللي هو عندي تي بي يساوي لي تي سي زائد ان الاف دي تي دي. هاي المعادله الثانيه اللي هي الاكتوال افرج برودكشن سايكل. The actual average production cycle time. ال TP هو يمثل لي ال actual average production time. ال F اللي هو down time. Downtime frequency downtime هو زمن العطل، فأكو بين فترة وفترة خلال frequency معين يصير هنالك downtime، يصير أكو عطل أو توقف بالماكينة، هذا أيضا يحسب بأثناء الحسابات. ال TD شنو؟ ال TD هو average downtime per line stop، هذا توقف كامل يصير عندي الافرج كمعدل، ايضا الافرج داون تايم per line stop. زيادة الوقت هذا يتطلب من عندنا تصحيح الجزء بالحال. اذا عندي ال FTD حسب المعادلة رقم 2، ال FTD شو تساوي لنا او شنو معناها؟ بير سايكل بيزس، يعني داون تايم افريج بير سايكل بيزس. زين the frequency of line stop per cycle اللي هو ال F، frequency قلنا هذا of line stop per cycle. المعادلة الثالثة اللي هو نوجد بها ال F شي يساوي لي اللي هو frequency line stop per cycle frequency of line. Per cycle. شلون نوجد الفريكونسي هذا؟ هو عبارة عن summation i يساوي لنا 1 إلى n pi إلى معادلة رقم 3. ال pi probability. ال probability يعني الاحتمالية of frequency أو frequency probability or frequency أو frequency of failure، يعني يصير احتمالية العطل أو تردد العطل. الآن بالمعادلة الثالثة الآن هو يمثل لي the number of workstation. يعني شفنا احنا المخطط بتقريبا 13 workstation، شفنا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، فهذا يمثل الحسابات الكلية مال الخط الإنتاجي، فمضروب في عدد الworkstation. طبعا الورك ستيشن اون ذا برودكشن لاين.
إذن الـ F يساوي لنا الـ NP ويساوي لنا يعني probability نضربها في عدد الـ workstation، هاي المعادلة رقم 4. زين، إذا نقول الـ RP اللي هو يمثل لي مقلوب الـ TP، مقلوب الـ TP يمثل لي الـ Actual Average Production Rate، يمثل لي الـ Actual Average Production Rate اللي هو الـ RP. زين، إذا أريد نحسب الـ Idle Production Rate، الـ Idle Production rate اللي هو الـ RC لحرمز له، الـ RC شلون أوجده؟ أيضا هو مقلوب واحد على TC Cycle Time، هاي المعادلة هنا رقم 5 وهاي المعادلة رقم 6. زين، الـ Line Efficiency for Automated Production or automated production systems، هاي الورقة خلصت، نكمل بالورقة الثانية. زين، اللاين افشنسي شلون نحسبها؟ الكفاءة الخط الانتاجي، اللاين افشنسي ضروري جدا، هذا كفاءة العمل، لان كلفة وفلوس ووقت وجهد. for automated production line، line efficiency اللي هي تمثل لي الـ E efficiency، الـ TC cycle time على الـ TP، ويساوي لنا TC على TC cycle time زائد F frequency TD، هاي المعادلة رقم 7، نحسب لنا الـ efficiency. زين، the proportion of downtime on the line، شي يساوي لي the proportion of downtime on the line اللي هو D لحرمز له، يساوي لنا FTD على TP، ويساوي لنا الـ FTD، الـ FTD على TC زائد الـ FTD، هاي وحده بس عوضنا، احنا عرفنا وعوضنا، فمجموع الـ Proportional الكفاءة زائد الـ Proportional يساوي لنا واحد، واحد. هسه ننطي example بالمحاضرة التالية.